العلم والفقه. النبي صلى الله عليه وسلم شو دينا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يبغى ربي الخير أسيف كالفقه ذي الدين. ذا شو الفرق يا الفقه وذي العلم؟ العلم يتعلق بكثرة الرواية، والفقه يتعلق بعمق الدراية. الفقه الفهم، لقوله تعالى ففهمناها سليمان. خطر ثم سميز بلاد يسعيون الباجاج يحفظ تمثال طاس إلى آخره، ولكن مقل ما يفهميه أنت الفهامة العمق ذي وليد المقصود يا أخي نقارمي مستقبلي تفكيد الفهم ولا موري غريوارا الفهم الفهامة. لذلك هذا هو الفقه.